روى الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي رواية: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث العظيم، الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل في علاه. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا. أولا، فيه إثبات أن لله تبارك وتعالى أولياء صالحين، لأنه قال: من عادى لي وليا، وفي الرواية الثانية: من آذى لي وليا. الفائدة الأولى إنه ربنا سبحانه وتعالى له أولياء صالحين، ودل القرآن على ذلك. قال الله تعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم، أي في الذي مضى، ولا هم يحزنون في الذي يستقبل. الذين آمنوا وكانوا يتقون، بصفات. وهذا الباب الحمد لله من الأبواب المفتوحة إلى أن تبدأ علامات الساعة الكبرى. الباب بتاعت الولاية باب مفتوح، والحمد لله إنه المفتاح بتاعه ما ينزل، باب مفتوح ما فيه طبلة، مفتوح وما بيتقفل أصلاً. لما تبدأ علامات الساعة الكبرى، الأولياء باب فاتح، يعني إن دار تبقى ولي بتبقى، ما تعتبر الموضوع ده صعب. لو دار تبقى ولي من أولياء الله الصالحين ممكن تبقى، بتعرقش الباب مفتوح له يبقى ولي، بتاع الخدر الباب مفتوح له يبقى ولي من أولياء الله الصالحين، الطالب في الجامعة الباب مفتوح له يبقى ولي من أولياء الله الصالحين، ستة شيء الباب مفتوح له إنها تبقى من أولياء الله الصالحين، ولا في ذول بيمنع؟ ما في ذول بيمنع، الباب مفتوح لكل البشر اللي في ذل، وده فضل كبير جدا من عند الله تبارك وتعالى. باب مفتوح إنك تبقى ولي. وشوف أنا أديك معلومة، أنت مش دار تخش الجنة؟ ما بتخش الجنة إلا تكون ولي، إلا تبقى ولي من أولياء الله الصالحين. ليه؟ لأنه ربنا قال: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وكل من كان تقيا فهو لله وليا، لأن الآية قالت: الذين آمنوا وكانوا شنو؟ يتقون. يبقى تطلع بمعلومة إنك ما بتدخل الجنة لو ما بقيت ولي من أولياء الله الصالحين، نهاية. يبقى من الآن، من اللحظة دي، تجهز نفسك وتشمر عشان تبقى من الأولياء الصالحين. طيب يا مولانا، أنا دار أبقى ولي، أسوي شنو؟ أسوي لي طريقة؟ لا، أوع، ده من المفاهيم الخاطئة أتدخلوها صوفية في البلد دي وفي غير البلد دي. شوف، أنا بديك طرق سهلة جدا إنك تبقى ولي، وبديك من القرآن والسنة. أكيد تعال شوف القوم، عند القوم دار تبقى ولي، عند الصوفية دار تبقى ولي. أول حاجة تتقفل في محل 40 يوم، تقول نفسه، والله تتقفل 40 يوم، يقول لك الشيخ خشى وتقفل 40 يوم. عند الصوفية عشان تبقى ولي إلا أبوك يكون ولي، ولا ما كذا؟ يقول لك الخليفة ودى الولي، مش كذا؟ عندهم الشغلة بالوراثة،
ما بتبقى ولي عند الصوفية ما لم يكون أبهاتك أولياء. هل الله قال كده؟ هل الله قال شان تكون ولي إلا أبوك يكون ولي؟ يا أخي أنت أبوك ممكن يكون كافر عديل وإنت تكون من أولياء الله الصالحين. إبراهيم عليه السلام ما ولي؟ أبوه شنو؟ كافر وجوه في النار. آزر دابو إبراهيم كافر وداخل النار ولد شنو؟ ولي من أولياء الله، بل نبي أعلى من درجة الولي ذاته. يبقى ما تسمع كلام الصوفية يقول لك ود الولي ولي، حتى لو أنت ما صالح للولاية طالما أبوك ولي عند القوم أنت بتبقى ولي. لو بقيت بتاع عرقي برضو ولي، بتاع بنجو برضو ولي، حرامي برضو ولي، بتزني برضو ولي، دعي منو عند صوفية عند القوم. ونتحداهم يجي يقولوا الكلام ده غلط. نتحدى صوفية عند صوفية عشان تبقى ولي إلا تعمل طريقة، تعمل لك طريقة. كان انت اسمك محمد أحمد تكتب فوق لا إله إلا الله محمد رسول الله ود أحمد ولي الله، إلا تعمل كده ما بتبقى ولي عند الصوفية. ده تشدد ولا ما تشدد؟ تشدد. طيب لو ما عندي إمكانيات أعمل طريقة، أنت قال الطريقة دي هينة غير قروش تقيلة، كما عندي إمكانيات أنا ما أبقى ولي عند الصوفية. عشان تبقى ولي لابد يكون عندك دين قائم بذاتك، حقتك أنت براك، دين حقك براك، عندك أذكار حقتك أنت براك، أنت براك. دي أذكار القادرية، دي أذكار السمانية. السمانية ما بيذكروا بأذكار القادرية، والتيجانية ما بيذكروا بأذكار السمانية، أي واحد حقه براه. ده عشان تبقى ولي عند الصوفية. هل عند الله كده؟ أبدا والله. عند الصوفية عشان تبقى ولي إلا تأكل الكسرة، إلا تأكل الكسرة. طيب كان ما عندك قروش، نحن هسي عندنا النية ناكل لكن ما في قروش، ناكل من وين؟ يقول لك لا ما بتاكل كسرة، انت ما ولي والله. لكن يومك اطبعت لك ثور ولميت الجماعة بتاعين السوق المركزي وبتاعين الكلاكلة كلهم لميتهم، قلت لهم الليلة عندنا عشاء، يجوا يا زول يضربوا الفتة، يقول لك يا سلام والله ده ولي كبير خلاص. يا زول باللحمة انت فقيت ولي؟ باللحمة ساي؟ يقول لك والله دي يا اخ طريقة سمحة خلاص، يا اخ قول فتة سمحة، ما بنسألك لو قلت الفتة سمحة، لكن تطلع زول ولي عشان اكلك كسرة يعني؟ انت اي زول ياكلك طوالي تبقي ولي؟ ده عند الصوفية، الكلام ده وين؟ عند الصوفية. لكن تعال نشوف الأولياء بتاعين الله كيف. ربنا قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، الصفتين ديل، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، تصلي الصلوات الخمسة، ما تجيب بدع، ما تقع في شرك. الرسول اللي بيقول لك سوي تسوي، اللي بيقول لك ما تسوي ما تسوي، انت كده من أولياء الله الصالحين. بالله الشغلة دي ما سهلة، ها؟ تعال نشوف الذكر حق الأولياء بتاعنا الصوفية كيف، ونشوف أذكار النبي صلى الله عليه وسلم كيف. شوف يا توفي السهلة، اديني الكتاب بتاع حسن الفاتح قريب الله، افتح عشان الشغلة ما تبقى جوطة، واحدين عاملين جوطة من برا، وأنا غازوني اثنين صوفية، واحد بينا كل، والثاني وتستحق يقولوا لك كلب يا صوفي، الثاني بيجي واقف قال لي أخونا، قال له أنت كان أنت على حق، الله كان أعمى بصرك، ده كلام ده يا صوفي لك أنت؟ ها الكلام اللي في راس أخونا، وما نزكيه على الله، أخونا ده راسه مليان آيات وحديث، مش قال لك ناسي؟ أنت راسك مليان مهيوبة وتنباق يا صوفي يا بليد، راسك مليان شنو انت؟ مليان مهيوبه ومليان تفاف من الشيخ ومليان تنبك، والله نوصل في راس اخونا ده وما نزكيه على الله، انت ما عندك يا صوفي. تلومه بحاجه ربنا عملها فيه؟ تقول له انت البقاق عميان منو؟ يعقوب عليه السلام ما كان عميان؟ ها؟ قال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن هو كظيم، ما كان عميان؟ يا اخي الصحابه ابن ام مكتوم ما كان عميان؟ صحابي جليل. تجي تنبي الزول بحاجة خدتها فيه، والله الله هسي قادر يبقيك عميان يا صوفي ويكتم نفسك ويخليك تبول بخشمك مش تبول بتعيد، ولا ما بيقدر يا صوفي؟ تجي تنبي الزول بحاجة الله عملها فيه، ونحن والله نسأل الله عز وجل إنه يجعل أخونا ذا من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى من ابتليته
بحبيبتيه فصبر فكان له الجنة. أسأل الله أن يجعل له تجي تنبذه ده أعمى البصر لكن نحسب أنه فاتح البصيرة. أنت مكفول البصيرة يا صوفي عرفتها؟ وانت قال كان عيونك مفتحة وبصيرتك مكفولة فيك فايدة. ربنا قال ومنهم من ينظرون إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. تعرف الآية دي وين يا صوفي؟ ها انت بتشوف لكن الله سماك عميان لأنه بصيرتك مقفلة. بصيرتك مقفلة عندك عيونات مرططة كده عيونك ما بشوف إلا الشيخ. ها أبوي الشيخ قام أبوي الشيخ قاعد مقفل. انت ما عندك حاجة يا صوفي. ونحن والله يسوفي قل أدبنا أدبك لما تعرف حاجة عرفتها؟ عشان كده خليك محترم جدا خليك محترم. طيب نشوف أذكار الصوفية. قال أيوة ده كتاب باعث النهضة الروحية في العالم الإسلامي تأليف قال الأستاذ الدكتور الشيخ الفاتح حسن الشيخ قريب الله مدير جامعة أم درمان الإسلامية سابقا. ده مدير جامعة مش زول ساكت وشيخ خليفة كان وشيخ طريقة بتاعت السمانية. نشوف عندهم الأذكار كيف. قال كيفية الذكر الذي يحصل به الطيران في الهواء. يعني لو دار تطير عند صوفية إنهم ذكر معين كده لما تقولوا بتطير طوالي ده عند صوفية. والله دي لو كانت حقيقية إحنا كان ارتحنا من المواصلات ذاته. تعرف أنا الصباح دار أمشي الحاجوز بس أقول الذكر ده وشغل المروحة سوق ستة طوالي تلب مالي هذا الراكب عربي والكمسار يقول لك قفل ورا ويعكر مزاجك. ما أقول الذكر ده وطوالي أصلا الحتة الدائرة ولا كيف يا ناس. ده صوفية قال كان دار تطير هتعمل شنو؟ قال يجلس المريد متربع. تقعد متربع أول حاجة. أها متطهر متوضي. أها مستقبل القبلة تكون متجه على القبلة. ده دار يطير انتبه بكل استعدادات. طيب يجعل الرجل اليمنى على فخذ اليسرى. كراع اليمين وين؟ في الفخذ اليسرى. رجل اليسرى على فخذ اليمنى عرفته؟ يخد كده تاني الشمال على اليمين. أها ويتوجه إلى السماء ارفع راسه فوق في السماء. أها يقول شنو؟ قال يقول وهي هي وهي هي ألف مرة كل يوم. عليك الله إذا ما تشدد يا أخي أنا عندي محاضرة ده العقل سريع أقعد أقول ألف مرة هي هو هي 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 أطير مدين يعني. وكان طيرت ذاته تقول المحاضرة فاتت يبقى ما في فايدة من الطيران ولا ما كده يا صوفية يا بلدة. ده حسن الفاتح قريب الله مدير جامعة أم درمان الإسلامية قال تقول هي هي أنت عارف ألف مرة يعني عادي تلقى صوفي قاعد القعدة دي شغال هي ها هي 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 ها هي زي الكلب. كان جيت قلت له السلام عليكم ما بيشتغل بيك ده عنده مشوار دار يطير هي هي ها هي ها هي ها جن. بعد شوية تفك منه تلقى لقيت أكياس في السوق المركزي. والله العظيم ما دار يحسب ألف كان حصل 900 والعدد فكه إلا يرجع من الأول تاني يتورط. يا ناس ده دين ده دين تتقرب به ولا الله عز وجل ده ديني بقيك ولي من أولياء الله صالحين. يا صوفية أنتم بتلعبوا علينا ولا شنو؟ قال ويلازم على ذلك مع الصدق والتوجه إلى الله حتى يحصل المطلوب. يعني تكون شغال كده لما تطير في الجو فوق. تعال شوف الأذكار بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري آخر حديث في صحيح البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شوف على الله شوف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كيف وشوف بتاع الصوفية كيف. يا أخواننا الدين والله الدين بتاع النبي صلى الله عليه وسلم سهل سهل لكن بيصعبوا لك الناس ذيل بيصعبوا لك تصعيبة لما تكره الدين ذاته لما تكره الدين يصعبوا عليك. فشوف دي صفات الأولياء في القرآن وفي السنة. الفائدة الثانية من الحديث إنه بيعادي الأولياء ديل ربنا بيعاديه وربنا بيحاربه. إياك تعادي لك زول ولي من أولياء الله الصالحين وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما تعاديهم بل تحبهم في الله تبارك وتعالى. زول لقيت فيه الصفات بتاعت الولاية ما عنده شرك ما عنده بدع زول بيصلي الصلوات الخمسة زول ما عنده شركيات ما تعاديه يا أخي ما تعاديه حبه في الله تبارك وتعالى ما تعاديه عرفته. بعدين
شوف الأولياء ديل ما في زول بيعرفون، لأنه ربنا قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، والإيمان والتقوى في القلب، زول بيعرفهم ما في. لكن تعالنا نشوف الأولياء الكتبهم الصوفية في كتب، هل ديل الأولياء المقصودين في الحديث ده من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب؟ أديني فيوض البحور المتلاطمة، جيب كتاب فيوض البحور المتلاطمة، هنده ده ايوه، افتح لي صفحة 93. شوف الأولياء عند الصوفية بسوه شنو؟ هل ديل هم أولياء الله صالحين؟ ولا ديل الأولياء بتاعين إبليس؟ لأنه إبليس عنده أولياء، عنده أولياء، فتكون للشيطان وليا. إبراهيم عليه السلام قال لأبوه كده، ده كتاب فيوض البحور المتلاطمة، تأليف قال السيد محمد عثمان المرغني الملقب بالختم، ده مؤلف الكتاب. قال وذلك قال ومن الأولياء عندهم واحد اسمه قال العيدروس، ومن كراماته أنه قطع رأس بعض تلامذته فأعاده حيا ورجع كما كان، ولذلك سمي بالعيدروس، يعني بيعيد يقطع الرأس ويعيد يركبه تاني. وانت قالوا الرأس مكانه، يقطع الرأس زول المريد يكون قاعد كك يشيل رأسه برا، مش خلاص مات يرجع يركبه تاني. والله شغل في المنطقة ما في، والله يرجع يركبه تاني، المريد تلقى قاعد زي ما كان بيضحك. قال عشان كده سموه العيدروس، لأنه بيقطع الرأس ويعيده تاني. قال ومن كلامه أنه كان يقول أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. شوف الختم البليد ده، دار يطفي نار جهنم. بنيت السماء أنا، قال الكرسي بتاع الله ده أنا ذاتي، والعرش أنا برضو أنا. ديل الصوفية، ده الدين بتاع الصوفية، ديل الأولياء عند الصوفية. قال ومن كراماته، شوف الكرامة، شوف الكذب، ومن كراماته حين دخل عدن، قال خشية منطقة اسمها عدن، قال للسماء يا سماء صبي لبن. ابن عبد الله دخل عدن، قال فصبت السماء لبنا. شفت الشغل ده كيف؟ ديل بينزلوا لبن من فوق كطابين دايرين صوفي الآن يا أخي. ما الآن نديك 5 سنوات 20 سنة لقدام، يا ناس نزلوا لنا لبن، احنا ذاته تعبنا ذاته، ورطل اللبن يومي زايد، يوم بخمسة يوم بستة، عشان ذاته ناس الكابو ديل يرتاحوا ذاته من الشغل هذه شوية، نحن دايرين صوفي ينزل لنا لبن من السماء. قالوا قال للسماء نزلي لبن، قال السماء نزلت شنو؟ نزلت لبن. كذب، ولو نزلت لبن ده ما فيه دليل انك ولي من اولياء الله الصالحين، لانه المسيح الدجال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقول للسماء امطري فتمطر، وبعد ده كله هو دجال. حتى لو نزلت لبن، لان صدق كيف انه اللبن ده جاي من السماء؟ يمكن في شياطين ماسكين لهم قربه فوق وفاكينا، هذه شياطين ماسكين 20 قربه فاكينا واللبن نازل ما جاي من السماء، عرفت؟ فده ما فيه دليل انك ولي من اولياء الله الصالحين، تنزل لبن، تنزل عسل، تنزل اي حاجه، ما فيه دليل يا صوفي انك ولي من اولياء الله الصالحين، فهمت؟ انا اجيب هنا ان شاء الله، انا واصل باقي شرح الحديث في الحلقات الجايه، ونقدم الشيخ شهاب.